السلام عليكم. لنفترض أنك قررت تخصيص ساعة يومية لفعل ثلاث أشياء أساسية، مثلاً ربع ساعة لقراءة وتدبر صفحة من القرآن، نصف ساعة لرياضة المشي يومياً، ربع ساعة لحفظ خمس كلمات من أي لغة لتطوير لغتك، أو ربع ساعة قراءة رواية بلغة أخرى. بعد عام ستفاجأ بختم القرآن وامتلاك جسد رياضي أكثر صحة وحيوية والتحدث بلغة جديدة بطلاقة وكأنها اللغة الأولى، وكلها ساعة من كل يوم لا تقارن بساعات تضيع من يومك دون أن تشعر به. الأمر باختصار إن الإنجاز الناجح لا يتطلب التفكير بالحجم أو الهدف النهائي، بل أن مجرد التفكير بهما وبكيفية مثلاً ختم كتاب الله وتعلم لغة وممارسة الرياضة في آن واحد قد يحبطك فتفشل قبل أن تبدأ. الإنجاز الناجح ببساطة يتطلب خلق عادة يومية إيجابية والإصرار على تنفيذها، فتنتهي بتحقيق نتائج مبهرة أكبر مما توقعت أصلاً. فقد قررت خلق عادة يومية ناجحة دون حمل هم النجاح ذاته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والله يحفظكم ويحفظ أهلكم.